السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نكملوا من بعد فاش شفنا قبل شفنا الديمونتاج ديال الموتور. دابا غادي نشوفوا كيفاش نديروا ليه الرومونتاج ديالو. بون، هنا الرومونتاج ديما كيبدا من التحت. كنبداو بلوك سيلندر هو الاول، وكنجيو كنركبوا الفيل بروكان في بلاصتها، يعني على حساب، وهذوك لي بالي اللي شادين على حساب الفيل بروكا راه كيرجعوا لبلايصهم. دونك كل واحد اللي كنا ديجا ماركينا كنرجعوه لبلاصتو. من بعد كنجيبوا البيستون تا هما اللي كنشدوهم وتنركبوهم بهذيك الطريقه اللي شتو. تنبداو بفيل بروكا هي الاولى كما قلت. هذوك لي بالي هادو كنرجعوا لبلايصهم، ها هما حيت ديجا درنا لهم الماركاج ديالهم، درنا لهم الروبير ديالهم، علمناهم. من بعد غادي نجيبو البيستون نركبوهم، وكنجيبو تا هما لي شابو ديالهم باش نزيروهم. دونك هادي هي لابارتي الاولى. من بعد كنجيبو الكريبين اولا البومبه ديال الزيت كنركبوها، ومن بعد كنجيبو الكارتير تا هو وتنركبو وتنزيرو. انا دابا غادي نشوف الديتاي، يعني قبل ما نركبو هاد البيستون هذا خصنا نركبو قبل لي سيغمون. دونك عندنا السيغمون الاولى هي الراكلور اللي كتكون لتحت، كنركبوها هي الاولى. كنتبعوا السيغمون ديال لي طونشيتي، ومن بعد كنتبعوا السيغمون ديال الف. هاد البانس هذا هو البانس ديال السيغمون، هو اللي كنركبوا به لي سيغمون. كنركبوهم في هاد البيستون هذا. دابا في هاد لي سيغمون ملي غنركبوهم خصنا هذيك الفتحه ديال لي سيغمون خصها تكون ديالهم ثلاثه، ما خصهمش يجيو في نفس الخط. يعني كل، يعني مثلا السيغمون ديال الفوقانيه ديال الف خصها تكون مثلا في هاد البوزيسيون هنايا، ياك هذيك البيك ديالها ولا الفتحه ديالها. الثانيه خصها تكون في هاد الجهه، والثالثه خصها تكون في هاد الجهه، يعني خص يكون بيناتهم 120 درجه. هاد العمليه هادي كتسمى تيرساج. التيرساج هذا هو اللي كيتسمى، كنشدو هذوك لي سيغمون ملي تنبغيو نركبوهم، هذيك الفتحه اللي كتكون فيهم ما خصهاش تكون مقابله مع الفتحه ديال الجوج الاخرين، يعني خصهم يكونوا متخالفين. وهاد الفتحات هادو ما خصهمش يجيو تحت هذوك البلاصه فين كيركب لاكس ديال البيستون. المرحله من بعد هو اننا خصنا نشدو هذوك لابيال، خصنا نركبوها في هاد في البيستون ديالها. ولكن قبل كنجيو كان من بعد قبل فاش درنا الماركاج ديال هاد لي كوسيني كنركبوهم في بلايصهم بمساعده هاد لي زوتي هذا. من بعد كنركبو البيال مع البيستون. ولكن شكون اللي كيشد لينا البيستون مع البيال؟ هو هذا، هو هاد لاكس ديال البيستون. دونك عندنا هنايا البيستون لابيال ديالو، الكوسيني راه ركبناهم من بعد فاش درنا لهم الماركاج ديالهم. دابا غادي نركبو لاكس ديال البيستون. هاد لاكس ديال البيستون كاينين تقريبا جوج تركوب ديالو اللي عنده، سواء الى فاش تندخلوه هنايا تيدخل ليبر، يعني الا كان تيدخل ليبر خصنا ضروري نديرو ليه واحد الحاجه اللي غتحبسو، يعني ما باش ما تخليش يخرج كنديرو ليه السيرك ليبسات. وكاينه ماشي الطريقه الثانيه، ولكن الحاله الثانيه فاش يكون هذاك لاكس ملي تركبوه في الوسط ديال ليكس في الوسط ديال البيستون، يعني كيركب مزير، يعني خصنا نديرو ليه ضروري البريسه باش ندخلوه لداخل. يعني هذا ما كيحتاجش لا سيركليبس لا والو. دونك بهذه العمليه هذه قلنا ها هو اللاكس، الا كان كيدخل ليبر ضروري غادي نحتاجو السيركليبسات، هما هادو كيركبوا من هذه الجهه ومن الجهه اخرى. ولكن في الحاله الثانيه الا كان تيركب بالبريسه، يعني ما كيحتاجش لا سيركليبس لا والو، يعني كندخلوه بالبريسه كيدخل صحه صافي وكيتفيكس لداخل. هنا بغيت نوريكم هذوك جوج ديال لوتياج اللي غادي نستعملو باش نبلاصيو البيستون. عندنا هاد البانس سيغمون، هذا هو البانس اللي كنشدو به لي سيغمون تنركبوهم، وهذا هو الكومبريسور ديال السيغمون. يعني من بعد حنا فاش ركبنا هذوك لي سيغمون تيكونوا خارجين، يعني حنا الا بغينا نركبوهم في الداخل ديال السيلندر خصنا نكومبريسيوهم باش بهاد لوتي هذا. يعني هذا كندخلوه في الداخل، كندخلوه وسط البيستون، كندخلو فيه البيستون وتنزيرو باش يتزيرو هذوك، يتجمعو هذوك لي سيكمون، ومن بعد غادي ندخلوهم باش يركبو في السيلندر بهذه الطريقه هذه. دونك كنركبو لي سيكمون، كنجيبو هذاك لوتي كومبريسور ديال السيكمون، تندخلو وسطو البيستون،
كنديروا الكريساج، كنديروا شويه الزيت، كنجيبوا هذاك البيستون وكنبقاو نركبوه، كان ضروري كنضربوه بواحد الميه باش كيدخل لداخل، وكنشدوا هذوك الفيسات اللي خارجين هنايا باش ما يجرحوش لينا الفيلبرو كان في الركوب، كندير لهم بروتيكسيون هنا باش ما يجرحوش لينا هذاك السيلندر اولا الفيلبرو كان. وبالنسبه لهذاك هذاك اللوتي قلنا انه تيكومبريسي لينا هذاك لي سيغمون باش يسهل علينا باش ندخلوا البيستون لبلاصتو، يعني كيكون بهذه الطريقه هذه. لكن قبل كنزيتو يعني السيلندر باش يسهل علينا، كنجيبو هذاك لوتي وكندخلو باش يدخل البيستون بهذه الطريقه هذه. هنا غادي ندوزو للمرحله الاخرى من بعد فاش جمعنا حنا الجروب او لا، يعني لو با موتور يعني التحت ديال الموتور، خصنا ندوزو للمرحله الثانيه ديال باش نجمعو الكيلاس. باش نجمعو الكيلاس يعني نجمعوها مع لي صباب ديالها مع الاربراكا، ومن بعد نجمعوها ما بين مع البلوك موتور. كما قلنا حنايا باش نديرو واحد بتيت ريزيمي، هو ان هاد البلوك موتور باش كنجمعوه كنركبو من بعد النيتواياج، من بعد هذاك الكونترول اللي كنا درنا، كنجيبو كنركبو الفيلبرو كان في بلاصتو، كنزيرو ليه البونات ديالو بهذاك لي بالي ديالو. من بعد كنجيبو لي بيستون، من بعد ما جمعناهم درنا فيهم لي سيغمون او البيال، تنركبهم بهذاك لوتي اللي قلنا لوتي ديال الكومبريسور ديال لي سيغمون. من بعد كندخلوهم في الداخل في السيلندر، كنركبو الكارتير وكنركبو هذيك البومبه ديال الماء مع الكريبين. من بعد دابا غادي ندوزو الكيلاس، الكيلاس تاعي كنديرو لها النيتواياج عاده. من بعد غادي خصنا نركبو لي صوبا، ولكن قبل ما نركبو الصوباب من بعد فاش كونتروليناهم، يعني خصنا نردو هذاك الصوباب اللي كان نورمالمون علمناها في هاد البلاصه، يعني كل صوباب خصها تركب بلاصتها. كنجيبو كنديرو شويه الزيت هنا بالبيرات، هذه كتسمى بيرات ديال الزيت، كنركبو هنايا كنديرو شويه الزيت، وكنجيبو هذاك الباتارودي وكنديروها باش كنروديو الصوباب في السياج ديالها بهاد الفونتوز هذه. من بعد فاش كنديرو ليه الروداج، يعني كنشوفو لاطراس ديال الكري هنا، واحد لاطراس كري ديال يعني البلاصه فين ترودات. نعاود هنايا قلنا باش نجمعو حنا الكيلات خصنا نشوفو بعدا نروديو الصوباب مع السياج ديالها. دونك هاد الصوباب هادي يعني هذا هو البلاصه اللي خصها ترودا معاه، يعني هادي خصها ترودا مع هادي. كنجيبو البيرات ديال الزيت، كنجيو كنزيتو هنايا، حيت علاش؟ حيت هنا فين كيركب لينا الكو ديال الصباب باش ما تجرحش لينا. كنجيبو الباتارودي كنديروه هنايا، وكنركبو الصباب وتنبقاو نروديو، يعني كنبقاو ندورو هذيك الصباب باش كتبقى تدور، باش كترودا، باش كتشد بلاصتها مع في السياج ديالها هنايا. هاد ملي كتبان لك انت ان راه هاد الصباب يعني ترودات، كيبان لك واحد لاطراس هنا كري ولا مقاد. او لا تقدر دير واحد العمليه، كتشد هاد الصوباب هادي كتركبها في بلاصتها وكتكب المازوط، يعني كتكب فوق المازوط باش الى بان لك ان من تحت ديال الصوباب بدا كيهبط المازوط، يعني راه باقي ما تروداتش، يعني خصها مازال تروده. اما الى ما بانش لك الاطراس، يعني صافي، يعني داكشي راه الصوباب طاحت في بلاصتها وترودات مزيان. فاش رودينا حنايا كل صوبا في بلاصتها، يعني حنا خصنا نعقلو كل صوبا فين كنا درنا ليها الروداج باش ما تخربش لينا، حيت البلاصه اللي الصوبا فين درنا ليها الروداج هو اللي تما فين خصها تركب. دونك خصنا نردو البال وخصنا نديرو ليها العلامه بان هاد الصوبا اللي كنا رودينا هي اللي نورمال، هي اللي خصها تركب. دونك هنا من بعد فاش رودينا الصوبا غادي نركبو الصوبا بلاصتو، يعني غنجمعوه مع الروسور مع داكشي ديالو، يعني بهاد لوتي هذا اللي كيتسمى كومبريسور دروسور. هنا كنبلاصيو الصوباب، كنجيبو الكيد صوباب ديالو، الجوان ديالو، كنجيبو الروسور الكوبيل، كنكومبريسيو الروسور بهاد لوتي هذا، يعني هاد لابارتي هادي كتكون لتحت هنا، وهاد لابارتي هادي كتجي لفوق. كندورو هاد لوتي هذا، كندورو، ملي كندورو كيتكومبريسا هنايا الروسور، ملي كيتكومبريسا كيسهل علينا نركبو لي كلافيت. دونك هاي غادي نعاود هنا باش تبان لكم. دونك غادي نشدو الصوباب كنحطوها في بلاصتها،
كنجيبو الكيت ديال الصوباب هو هذا، كنجيبو هذاك واحد جوان اخر ديال الكود صوباب، الروسور، كنجيبو الكوبيل حتى هي، ونجيبو الكلافيت. هادو هما الكلافيطات. كنجيبو هاد لوتي هذا باش كنركبو هاد لابارتي هنا، يعني كتدخل هنا هنا، وهادي كتجي لفوق هنايا، وتندورو هذا باش كيتكومبريسا الروسور. غير كيتكومبريسا الروسور تيهبط، كيجي ساهل علينا باش نركبو هذاك لي كلافيت. من بعد كنرخيو هاد لوتي صافي، وكتبلاص علينا الصوباب بلاصتها. دونك هي دي الطريقة باش كنركبو الصوبة في بلاصتها من بعد فاش درنا ليها الروداج. هذه هي الطريقة اللي باش كنركبو هذاك الصوباب ديالها. يعني كما قلت لكم، كتجيب هاد لابارتي هنا في التحت ديال الصوباب، ولابارتي الفوق كتجي فوق جهة فين كيكون الروسور. من بعد كتكومبريسي هذاك الروسور، وكتركب لي كلافيت اللي خصهم يدارو. دونك هاد لوتي هذا كيتسمى كومبريسور دو روسور دو صوباب. من بعد فاش كتركب الروسور، يعني تركب كاع لي صوباب كاملين في الكيلاس، كنجيو دابا باش كنركبو لاربراكان في بلاصتها. هنا كنبلاصيو لاربراكان في بلاصتها، فوق من الكيلاس، يعني فوق لي صوباب. كنجيبو لي بالي كنركبوهم، لي بالي ديالهم، وتنزيروهم. حنا عندنا هنا في الزيار، يعني خصنا نزيرو لاربراكان بطريقة تدريجية. يعني كنبداو في السراج اللي هو الزيار، كنبداو من الوسط وحنا غاديين تنخرجو. يعني غنبداو بهاد البالي، هذه هي الاولى، غنتبعوها هذه ونتبعوها هذه، عاد وحنا تنخرجو هاد الخرجانية هاد الاخرانية. دونك بطريقة اللي غتكون سبيرال، كما قلت لكم انايا في الكلاس، ان الزيار ديالها تيكون السراج ديالها يعني بلا ميثود سبيرال، يعني بحال الطريقة البورون الاول الثاني، كدوز الثالث الرابع، وكتمشي لاخر الخامس السادس، وكتجي وانت غادي حتى كتخرج على برا. هنا دابا سالينا المونتاج ديال الكيلاس، يعني بالبياس ديالها بالروسور بلي صوباب بلاربر اكام. فاش ركبنا، فاش مونطينا الكيلاس، غادي ندوز دابا باش نركبو الكيلاس مع البلوك. يعني غادي نجيبو هذا الجواند كيلاس، خصنا نركبوه ما بين البلوك وما بين الكيلاس. وكنجيبو لي بيستون، كنديرهم بهذه الطريقه هذه، يعني بطريقه ميديوم، يعني حتى واحد ما كاين لا في بي ام اش لا في بي ام بي. كنجيب واحد الكيداج، هذا تيكيدينا باش نركبو الكيلاس بهذه الطريقه هذه. صافي، كنحطو الكيلاس ديالنا وكنزيرو لي فيس. دونك نعاود، قلنا ان غادي نجيبو دابا الكيلاس باش نركبوه مع البلوك، ولكن قبل خصنا نديرو بيناتهم واحد الجوان. هاد الجوان هذا فيه واحد العلامه هي اللي كتبين لك بان هاد الجوان هذا راه خصو يركب من الفوق، يعني هذا هو لابارتي الفوقانيه ديالو، كتكون بهاد العلامه. لي بيستون كنجيبهم بهاد الطريقه هادي، وهذا الكيداج باش كيكيداني، ولا نقدروا نلقاوه في الكيلاس كنلقاوه في التيتونات، هما اللي تيكيداو لينا باش نبلاصيو حنايا الكيلاس ديالنا. كنركبو الكيلاس وخصنا نزيرو دابا ليفيس. ليفيس عندهم واحد الطريقة ميثود، يعني ديال السيراج، هي راه الميثود يعني كدير في السيراج أولا في الديسيراج. كاين ميثود سبيرال أولا كخوا. دابا غنشوفو هاد لا ميثود هادي. من بعد فاش ركبنا الكيلاس بلاصتا، خصنا نجيو لهاد الفيس هذا. ولكن قبل ما نركبو حنا الفيس، أولا قبل كاع ما نركبو حنا الكيلاس، قبل ما نبلاصيو هاد البولون هذا في بلاصتو، خصنا نديرو ليه، خصنا نيطواييو البلاصه فين تيركب. ها هو البولون هنا، تيبان لكم فين الركوب ديالو، تيكون في البلوك موتور. دابا هاد الفيس هذا قبل ما نركبو، اولا قبل كاع ما نركبو حنا الكيلاس، خصنا نيطواييو البلاصه فين تيركب، خصو يكون يتنيطوايي مزيان، يعني ما خصوش يبقى لا طراس تما ديال الزيت ولا الماء ولا الوسخ ولا الحديد، اي حاجه خصها ضروري خصو يتنيطوايي. هنايا كتجيب بتي شيفون كتجيب طونوفيس كتدخلو هنا، وكتبقى تدور باش كتنيطوايي لداخل هنايا، او كتجيب البيستولي ديال البرد، وكتبقى تسوفلي هنا لداخل باش ما يبقى حتى شي حاجه، حيت الا مشى
حتى مشات حتى الا كانت كاينه شي وسخه هنا ولا بقى لك الماء هنايا، ملي غنجيو حنا غنزيروا البولون ديال الكيلاص اشنو غيوقع؟ يقدر لهاد البلاصه هذه ديال البلوك تقدر تشقق. علاش؟ حيت البولون هنا يعني غادي بلاصتو كيتزير، يعني كيتزير بالعبار. الا فات كان شي مشكل وكان مثلا وسخه هنا وبقيتي كتزير انت بالعبار، حتى يعني البولون خصو يوصل للحد ديالو، والحد ديالو ديجا عامر بالوسخ، يعني يقدر يتشقق لينا البلوك هنا في امومون ديال الزيار. وحتى هذا البولون هذا خصنا نعبروا ليه الطول ديالو باش اللي يكون مع في الحلان او لا شي حاجه يكون ديلاطا وتجبد، يعني ما يعني خصنا تاو تنعبروا. الا لقيناه كبر من اللي خصو يكون، خصو نورمالمون خصو يتبدل. دونك هنا عندنا هاد البولون هذا كيتكون من التيت ديالو، وهذا تيت الفي، هذا كيتسمى في الفيلتاج، هو هذا راه باين فيلتاج، وهذه الرونديلا. كاين شي بولونات اللي كيكون فيهم الرونديلا، ولكن هذه راه كتكون فيكس هنايا. هنا غادي نشوفوا هذيك الطريقة اللي قلت لكم ديال كيفاش نزيروا الكيلاص. هما دايرين هنايا بالارقام. هنا عندنا لي فيس ديال الكيلاص، البولونات ديال الكيلاص، ها هما هنا وهنا هنا وهنا هنا هنا، هادو هما البلايص فين تيركبوا البولونات ديال الكيلاص. دونك هاد الكيلاص هذا في السيراج ديالو خصو يكون بطريقه اللي شفناها، سوا ميثود سبيرال اولا كخوا. هنا غالبا في لي بروفيسيونيل كيستعملوا ميثود سبيرال، هي سهله، يعني كتزير الان 2 3 وانت غادي 1 2 3. لا هذه اللي هنايا كخوا، يعني اون كروا، يعني كتزير الان 2 كتمشي للطروه يعني كروا، كتمشي كدير كروه 3 4، من بعد 5 كدير كروازي مع 6، كدير كروازي ثاني مع 7، كتمشي ل 8 كتكروزا مع 9، و9 كتمشي تكروزا مع 10. دونك هذه الطريقه ديال اون كخوا. كاينه الطريقه الاخرى ديال اون سبيرال، يعني كتبدا بالان 2 3، نورمالمون خاصها تكون 5 6 7 8 9 10 وانت غادي. دونك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بحال ما هو، يعني هذه كتسمى طريقه سبيرال. باش نزيرو حنا هذا الكيلاص هذا غادي نحتاجو لجوج ديال لي زيليمون، سواء كنحتاجو الكلي ديناموميتريك، يعني تنعطيو الكوبل سيراج تيكون بلا فورس نيوتن متر، او لا كيكون بلي دوغري 90 دوغري 120 دوغري، على حساب كل كونستريكتور وشحال كيدير في هاد السيراج ديالو. هذا هو اللي كيتسمى كلي ديناموميتريك، تيكون فيه العبار هنا العبار بلي فورس 10 20 30 40 50 60 وانت غادي. هذا كيتعبر بالنيوتن نيوتن متر. دابا كل كيلاص عندنا عند الكونستريكتور يعني تعطينا بانه ودي تيقولنا هذا البولون الا بغيتي تزيروه ها الكوبل سيراج ديالو، يعني عندنا دايرين مثال هنايا هو 50 نيوتن. هاد 50 نيوتن كما قلنا فين غتلقاها؟ خصك تلقاها في الكتالوج ديال الطوموبيل اولا في الدوكيومونطاسيون تكنيك، ضروري خصك تكون عارفه قبل ما تزير هاد الكيلاص هذا. حيت الكيلاص حنا قلنا ان هذاك الفيس يعني خصو يتزير بالعبار، اذا مشات تزير فوق العبار يعني يقدر يشقق لينا هذاك البلوك موتور، يعني يقدر يوقع ليه بحال ما هو كانت. لاحظوا هذا واحد البلوك موتور، بلوك موتور هنايا ها هو، يعني مشقق من جهه الفيس، مشقق من جهه الفيس. انا هادو هما الفيسات ديال فين كيركب البولون ديال الكيلاص، يعني ديال السيراج. الا لاحظتوا هنايا راه تشقق، يعني كما قلت لكم ان هذاك الفيس الا كان طويل او الا كان البلاصه ديال الفيس موسخه ولا فيها الماء ولا فيها الزيت، يعني غادي يعطينا هاد لي كونسيكونس هادو. فوالا هاد الكيلاص هذا، هاد البلوك هذا راه تشقق. شنو اللي شققو؟ من جهه سيرتو، من جهه البلايص ديال الفيس بحال هنا، حتى هنا كذلك على الاخر هنا. دونك هذا اللي بغى اللي كنركب الكيلاص وزيرو ما احترمش هاد الشروط هادو، سواء ما يطواياش لداخل ديال بلاصه الفيس، سواء كان البولون طويل بزاف او لا زيرو فوق القياس ديالو. دونك تفاهمنا. نرجعو هنا للوتياج، قلنا هذا كلي ديناموميتريك،
كيتعطى العبار ديالو بنيوتن متر. وكاين هذا كلي اونغولير، يعني كان كان كنزيرو كيلاس بلي زونغل، بلي زونغل ديال بالدرجات، يعني سوا 90 درجة 50 درجة على حساب الكونستركتور شنو شنو غيعطينا. هنا عندنا شنو مثال عندنا هنايا في هاد الانيماسيون اللي عندنا هنايا، قال لك نزيرو في لافاس 1 يعني المرحلة الأولى نزيرو كيلاس ب 50 نيوتن متر، يعني خصنا نشدو كلي ديناموميتريك ياك، هي اللي غادي نزيرو بها الكيلاس. قبل ما نزيرو بها الكيلاس نشدو بها العبار بعدا، قالوا لنا هنا 50 نيوتن متر، يعني خصني نريقل انايا هاد اللوتي هذا كلي ديناموميتريك في 50 نيوتن متر. دونك انا عندي 10 20 30 40 خصني نجيبها في 50، دونك ها هي غنجيبها في 50. من بعد خصني تكون عندي الطريقه، الطريقه اللي هي هنا خصني نتبع لا ميثود اللي داير لينا هنايا، لا ميثود هنا اون كخوا، يعني خصني نتبع الان كخوا، يعني لا ميثود اون كخوا 1 2 3 4 5 6 من بعد 7 8 9 10، يعني كخوا، يعني ماشي سبيرال، كخوا يعني من 8 ل 9 مشينا ل 10، من 7 مشينا ل 8، يعني ديما كنمشيو، ولكن لو ميم برانسيب، ديما تنبداو بالوسط وحنا غاديين خارجين على برا، يعني في الجوايج جوج. دونك هذا الوسط كنمشيو خارجين من هنا وخارجين من هذه الجهه هذه. دونك هادو هما البلايص فين تيركبوا البولونات، كنجيبو حنا البولونات تنبلاصيهم تنوصلوهم بيدينا. من بعد كنجيب انا الكلي ديناموميتريك وكنبلاصيها. غادي نبدا بالان، دونك هذا هو الان، الان باش غنزير ب 50 نيوتن متر. صافي هنا كندور كنجيب الكلي ديناموميتريك كندورو حتى كتقول لي وقف، يعني ملي كت يعني في هاد لابارتي هنايا هي طلعت بالاحمر، يعني راه صافي وصلت 50 نيوتن متر. او لكن في الكلي ديناموميتريك ملي كتوصل لديك كتسمع واحد الطق، يعني تيقول لك صافي راه وصلتي ل 50 نيوتن متر، ما عندك ما تزيد. غادي نكمل البولونات الاخرين دونك بهذه الطريقه هذه، نجيب البولون الثاني ها هو ونزيرو. دونك ها هو وصلنا 50 نيوتن متر، غادي نجي للثالث وهذا تنزيرو، الرابع يعني اون كروا، يعني الرابع ثلاثة هو هذا، غنجي للرابع هنايا نزيرو تا هو، نجي الخامس، خامس هو قبالته، السادس يعني غنمشي من هنا تا لهنا، لهنا يعني كاون كروا ها هو، من السادس غنمشي للسابع هنايا نزيرو تا هو 50 نيوتن، من السابع نمشي للثامن اللي هو هنايا على حساب الشيمه اللي دايرين لينا هنايا 50 نيوتن، نمشي للتاسع حتى هو 50 نيوتن ديالو بكلي ديناموميتريك، واخيرا غنمشي للعشرة البولون العاشر وغنزيرو حتى هو ب 50 نيوتن متر. حنا سالينا دابا الزيار بالكلي ديناموميتريك، دابا خصني ندوز لافاز الثانيه. لافاز الثانيه تيقول لي ان هذا البولون هذا خصني نزيرو ب 120 درجه، دونك غادي نستعمل هذا الكلي، هذا الكلي اونغولير تا هو غادي نتبع به نفس الطريقه. البولون الاول ها هو في هذا الكلي اونغولير، شنو كاين فيه؟ كاين هذه البلاصه هذه كتعطينا بالاحمر الزيرو، يعني خص يكون ديما في الزيرو، عاده كاين 30 درجه 60 90 120 وحنا غاديين حتى كنساليو، يعني هاد البولون هذا خصني نزيرو بواحد الدرجه اللي هي 120 درجه، بواحد لونغل اولا بواحد الزاويه ديال 20 120 دوغري. غادي نبدا دونك هاد الاحمر هذا كاين في الزيرو، يعني خصني نبقى ندورو نبقى نزير البولون حتى نوصل ل 120 درجه. فوالا كنبقى نزير من بعد حتى نوصل 120 درجه صافي ونحبس البولون الاول. غادي نجي البولون الثاني وانا غادي نتبع لا ميثود ديال السيراج اون كخوا اللي عطيناه هنايا 120 درجة، نفس الطريقة اللي غنديرها البولونات كاملين. نجي للثالث 120 درجة، غادي نتبعو الرابع 120 درجة، كتبقى تزير حتى كتوصل 120 درجة
فوالا الرابع غنمشي للخامس. ضروري نتبعوا لا ميثود ديال الزيار حيت راه نقدروا نديفورميو الكلاس الا كنا ما تبعناش هذه الطريقه هذه. دونك الزيار تيكون بروغريسيف ويعني بالتدريج. دونك 120 درجه الخامس، غنمشي للسادس ها هو، غنزيرو حتى هو 120 درجه، تابعوا السابع هنايا وحنا غاديين كنزير 120 درجه فوالا. نمشي للثامن ديما بالطريقه ديال اون كخوا، ميثود ديال السيراج كخوا اولا كخوازمون. تسعود تمنية، نمشي للتسعود ها هو نزيرو 120 درجة، نمشي للتسعود العشرة أخيرا عشرة ها هو عندنا هنا في الزيرو خصنا نوصلو لمية وعشرين فوالا صافي حنا سالينا. دونك هاي كوريكت، عطاتنا أن هاد الميثود اللي تبعنا هي اللي خصها تكون نورمالمون ملي كتبغي تزير الكيلاس. دونك كاينه هذيك الطريقه الثانيه ديال لا ميثود ديال السيراج اللي هي اون سبيرال، يعني هي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة. دونك هذه كتسمى ديال السيراج باغ ميثود اون سبيرال. دونك هنا ملي كنزيرو حنا الكيلاس يعني ضروري نتبعو هاد لي فالور اللي عطانا الكونستريكتور. ديما الكونستريكتور هو اللي تعطينا هاد الزيار هذا. دونك تفاهمنا. دونك هنايا غادي نشوفوا هذيك الطريقه الثانيه باش تبان لكم هنايا علاش كنديروا هذاك السراج اللي هذاك الزيار اللي تيكون بهذيك الطريقه ديما باش تركيلاس تزير يعني بطريقه مقاده، وباش كتعطينا كتكون واحد لي طونشيتي يعني كتكون مزيره مقاده يعني بحال 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 هذاك الراس ديال الكوكوت يعني حتى هو كيكون الزيار ديالو الوسط، تيكون الزيار ديالو الوسط باش كي انفو انت كتزير يعني الجناب ديال الكوكوت كتزير مقاده يعني تيكون فيها داك الجوان باش كيكون الزيار مقد وباش ما تبقاش تنفس لينا الكوكوت. تا هنا في المثال في الكيلاس يعني كنزيروا البولونات مقادين باش كي باش كي باش كي باش الكيلاس ما يبقاش يتنفس لينا. دونك هذيك الطريقه اللي قلت لكم الثانيه كاينه ميثود اون كخوا وكاينه ميثود اون سبيرال هي اللي غتبان لكم هنايا في هاد الشيمه هذه. دونك واحد جوج ثلاثه اربعه وحنا غاديين خمسه سته سبعه ثمانيه تسعود عشره. شتي هذه كتسمى ميثود اون سبيرال ديال السيراج ديال الكيلاس. هنا ندير واحد الاكزرسيس باش نشوفكم واش فهمتوا ولا ما فهمتوش. بالنسبه لهذا الاكزرسيس هو قال لك اش من اوتي يعني خصنا نستعملو باش بوغ افيكتي ان سيراج اونغيلير. قلنا كاين سيراج باغ 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 فورس يعني باغ نيوتن متر، وكاين سيراج اونغيلير. هاد السيراج اونغيلير اشنو غادي نحتاجو؟ دونك كاين عندنا هنا كلي دينوميتريك، هنا كلي اوتي، كاين هنايا تي اولا براد فورس مع الجعبه ديالها، وكاين هذاك لوتي ديال لونغل. هذا هو اللي كيتشد به العبار ديال لونغل. دونك شنو ملي غادي نحتاجو باش نسيريو باش نزيرو شي بولون يعني بالطريقه ديال السيراج اونغيلير، غادي نحتاجو بطبيعة الحال هذا اللوتي هذا هو هذا اللي غيعطينا لونغل باش كنزيرو، وغنحتاجو البراد فورس ضروري حيت هاد البراد فورس هي اللي غتركب هنا في هاد الدويه هذا وهي اللي باش غادي نزيرو الكيلاس. دونك هاد الجوج هادو هما اللي غنحتاجو باش نزيرو كيلاس. السؤال الثاني كال دوات اتخ لا بوزيسيون دي بيستون لوغ دو غومونتاج دو موتور. السؤال تيقول ان كيفاش خصها تكون البوزيسيون ديال لي بيستون حيت هذا راه البلوك لي بيستون ديالو، كيفاش خصهم يكونوا البوزيسيون ديالهم. كما قلت في الكور ان البوزيسيون ديال لي بيستون خصهم يكونوا بين وبين، يعني ما خصهمش يكونوا في البي ام اش وما يكونوش في البي ام بي، يعني خصهم يكونوا في واحد لا لين وحده بهذه الطريقه هذه. ماشي هكا وماشي هكا، علاش داروا هذه الطريقه هذه؟ بحيث انت ملي غنجيو حنا غنركبوا الكيلاس هنايا، كيلاس راكبين فيها لي صوباب حنا حيت باقي ما درناش ليهم الكلاج ديالهم، حيت ملي غنحطو حنايا الكيلاس فوق البلوك لي صوباب كاين اللي غيكون محلول كاين اللي غيكون مسدود. دونك غدا ملي الى جينا نركبو غنزيرو، دونك شي صوباب تقدر تكون خارجه والبيستون كاين في البي ام اش، يعني يقدر يتوشي ويقدر انت مع الزيار غادي تقدر تهرسو. دونك الحل الوحيد باش تتفادى يعني انت باقي ما درتيش الكلاج ديالك لهذا الموتور
يعني كدير بالنسبه للاربرا كام والفيلبرو كام. يعني انت يا كتحاول دير هذه الطريقه هذه، كدير لي بيستون في هذه البوزيسيون هذه باش انت كترتاح. يعني انت ملي غتزير الكيلاس يعني ما كتبقاش تفكر واش البيستون خصو يكون محلول في هذا السيلندر اولا خصو يكون مسدود. دونك كديري بهذه الطريقه هذه، ومن بعد انت كتزير الكيلاس ديالك، من بعد كتقاد الكلاش ديالك نتايا باحسن ما يرام. دونك الطريقه اللي خصها تكون اولا البوزيسيون اللي كتكون فيها لي بيستون هي هذه.